عند خالد. ماذا تفعل يا حمد؟ اخرج من هنا، اخرج. هنا ليس المكان للعب. اخرج، اخرجي يا لبنى، اخرجي. دائما انت هكذا. جئنا نسعدك، لا فائدة معك. سأحكي لأبي. لقد تعبت معي اليوم في المطبخ يا سلمى، شكرا لك. كله تدريب للمستقبل يا بنيتي. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك يا حمد؟ الحمد لله. ماذا بك؟ غضب من خالد. وأين خالد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تأخرت عنا؟ كنت أتابع برنامج حوار الأسرة. وفقك الله. سموا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لقد تعودنا أن نأكل ونحن سعداء. صحيح، فالسعادة من أسباب الصحة، وإذا كان فيه شيء يحتاج لمناقشة نؤجله إلى ما بعد الطعام. وكل مشكلة كما يقال لها حل. ولكني أشتم رائحة مشكلة. لكنها لا تغطي على رائحة الطعام الزكي. إذن ما حدث بينكم يمكن تجاوزه بالحوار الهادئ. وأنت يا خالد متابع جيد لبرنامج حوار الأسرة. والمهم أن نستفيد مما نسمع من معلومات مفيدة. وكان بإمكانك التحكم في مشاعرك وعدم الغضب من حمد ولبنى، ولكن بالحوار الهادئ تصل إلى ما تريد. وإذا رأى حمد حرصك على طائرته مثل حرصك على مصلحتك، لن تعود هناك مشكلة، بل سيشكرك. معذرة يا حمد، لا تغضبي مني يا لبنى. المهم أن تشاركهما السعادة في لعبهما. فعلا، ولكن في الحديقة، حتى تأخذ الطائرة فرصتها في الطيران دون سقف يمنعها. شكرا لك يا بني على الاعتذار. واجعل الحوار في حياتك طريقا لحل مشكلاتك، وليكن التحكم في مشاعرك سبيلك لمقاومة الغضب. لقد كتب خالد عن ذلك في صحيفة المدرسة الأسبوع الماضي، وهو ما أعجب معلمه. وماذا كتبت؟ كتبت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى ذلك في حياتك لتعيش سعيدا. والآن هيا شارك إخوتك هذه اللحظات السعيدة. عليكم، كيفكم يا طلاب يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير أنتوا أهليكم. سوف نستعرض لكم ما تعلمناه سابقا في الحصة الماضية عن الاحترام. الاحترام هو إحدى القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان ويظهرها لشخص ما أو قيمة ما. شخص ما يمس هو احترام الوالدين، احترام الجار، احترام المعلم. أما قيمة ما احترام القوانين والأنظمة واحترام البيئة. كما تعلمنا يامس مظاهر احترام الوالدين واحترام الجار واحترام المعلم واحترام القوانين والأنظمة واحترام البيئة. موضوع درسنا لهذا اليوم هو الحوار وحسن التحدث. لو ذهبت أنت وزميلك إلى مكتبة المدرسة لاستعارة قصة، وفي أثناء بحثكما اخترتم القصة نفسها ولم يكن في المكتبة إلا نسخة واحدة منها، وقد أراد كل منكما أن يأخذها أولا، فكيف يكون التصرف؟ هل تأخذها دون إعارته أي انتباه؟ أم هل ترفع صوتك عالي لتشعر بحقك في قراءتها أولا؟ أم هل تتحاور معه بهدوء للوصول إلى اتفاق؟ بعضكم سوف يقول لي أخذها من دون إعارته أي انتباه، وبعضكم الآخر يقول لي أرفع صوتي عاليا لأشعره بحقي في قراءتها أولا. أما البعض الكثير
يقول لي أتحاور معه بهدوء للوصول إلى اتفاق. هذا هو الحوار الناجح. فالحوار الناجح هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى الحل المناسب. عيد كما مرة يا مس. الحوار الناجح هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى الحل المناسب. نعرف يا مس إنه كل شخص منا معرض إنه يختلف مع أخوه أو مع زميله أو مع صديقه بموضوع معين، ولكن يا مس لكل هذا الاختلاف له أسباب. أول سبب يا مس هو أنانية بعض الأشخاص. يعني يا مس إني أنا أكون أناني في التعامل مع الآخرين، إني أنا أحب إن تكون هاد القصة على سبيل المثال إنها إلي مش لا إنها تكون لزميلي الثاني. 2، عدم فهم الآخرين. ممكن يكون نشوء الخلاف بيني وبين زميلي إني أنا ما أفهمه، ما أفهم شو يكون قصده. 3، الاختلاف في الرأي أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة. ولكن يا مس كيف يمكن حل هذه الخلافات التي قد تنشأ نتيجة لذلك؟ ممكن إذا حصل بيني وبين زميلي أو بين أخوي أو بين صديقي خلاف، فإن الحوار هو الطريقة الفضلى لحله. فالحوار هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى الحل المناسب. أما أسباب نشوء الخلاف بين الأفراد، أولاً أنانية بعض الأشخاص، 2، عدم فهم الآخرين، إني أنا ما أفهم الإنسان اللي أمامي جيداً، هذا يؤدي إلى نشوء خلاف بيني وبينه، والاختلاف في الرأي. بدي أفهم يا مس إنه أنا كمواطن أردني من حقي أن أمارس الحوار وأبتعد عن العنف وأحافظ على هدوئي في أثناء النقاش، لأنه يا مس من آداب الحوار أولا الصبر، إني أكون متحلي بأدب الصبر، إني أصبر على زميلي في حال نشوء خلاف. 2، قوي الحق. تعلمنا يا مس لازم إن نحكي إحنا الحق لو كان في مضرة إنا. 3، الكلمة الطيبة. بالكلام الطيبة والكلام الحسن أنا بكسب زميلي إلى جنبي، ما بيصير نشوء خلاف بيني وبين زميلي. كمان يا مس احترام شخصية الآخرين، أحترم الشخص اللي أمامي، الشخص المتحدث الذي أمامي، وسبب من أسباب حوار الناجح أو آداب من حوار الناجح. 5، حسن الاستماع. وتعلمنا يا مس في الحصة الماضية ما هو حسن الاستماع، هو التركيز ذهنيا وبدنيا مع المتحدث. هاي كمان من آداب الحوار الناجح. إذا إحنا يا مس تحلينا بهاي الآداب، آداب الحوار الناجح، الصبر وقول الحق والكلمة الطيبة واحترام شخصية الآخرين وحسن الاستماع، وصلنا إلى حوار ناجح. فالحوار الناجح هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى الحل المناسب. أما أسباب نشوء الخلافات بين الأفراد، نعيد كمان مرة، أنانية بعض الأشخاص، عدم فهم الآخرين، والاختلاف في الرأي. أما الطريقة الفضلى لحل الخلافات بين الأفراد حكينا هو الحوار. أما آداب الحوار، الصبر، قول الحق، كلمة طيبة، احترام شخصية الآخرين، وحسن الاستماع، وهو التركيز ذهنيا وبدنيا مع المتحدث. هسا يا مس نحكي عن فوائد الحوار الناجح. قد يساهم الحوار في تكوين علاقات طيبة مع الآخرين، سواء كان في البيت أو بالمدرسة أو بالعمل. من هاي الفوائد، أولا كسب ود الآخرين واحترامهم، يعني بصير كل اللي حوالينا يحترمونا يحبونا. 2، الإصلاح بين الناس، يعني في حال وجود خلاف بيني وبين أي شخص فإن الحوار يساعد على الإصلاح بيني وبينه. 3، زيادة تماسك المجتمع، يصبح المجتمع ماذا؟ قوي. نعيد كمان مرة، ما هو الحوار؟ الحوار هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى الحل المناسب. أما أسباب
نشوء الخلافات بين الأفراد، أنانية بعض الأشخاص، عدم فهم الآخرين، الاختلاف في الرأي. أما الطريقة الفضلى لحل الخلافات بين الأفراد هو الحوار. آداب الحوار: الصبر، قول الحق، الكلمة الطيبة، احترام شخصية الآخرين، حسن الاستماع وهو التركيز ذهنيا وبدنيا مع المتحدث. أما فوائد الحوار: الإصلاح بين الناس، زيادة تماسك المجتمع، وكسب ود الآخرين واحترامهم. وبهذا يا مس بكون. أما الآن سوف نقوم بحل الأسئلة صفحة رقم 47. السؤال الأول: ما أسباب حدوث الخلافات بين الأفراد؟ الجواب: أنانية بعض الأشخاص، اختلاف في الرأي، عدم فهم الآخرين. أما السؤال الثاني: اقترح طرائق ناجعة لحل الخلافات. جواب السؤال الثاني: الحوار الناجح. السؤال الثالث: ما فوائد الحوار؟ الجواب: الإصلاح بين الناس، زيادة تماسك المجتمع. ميز السلوكات الصحيحة من السلوكات الغير صحيحة في الحوار الآتي بينك وبين زميلك. ألف: أبدأ جلسة الحوار بالسلام على زميلي، سلوك صحيح. باء: لا أكترث كثيرا لما يقوله زميلي، سلوك خاطئ. جيم: أحسن الاستماع لما يقوله زميلي، سلوك صحيح. دال: أصر على رأيي حتى لو كنت مخطئا، سلوك خاطئ. ها: أنتبه لزميلي في أثناء الحوار، سلوك صحيح. واو: أحترم رأي زميلي، سلوك صحيح. زين: أنظر إلى زميلي في أثناء الحوار. وبهذا يا مس بنكون قد حلينا أسئلة الدرس الحوار وحسن التحدث، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.